أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ كنان. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ كنان في برنامج رواد الأعمال من قناة ABC. أهلا وسهلا، شرفتونا. أعطينا تعريف عنك وعن بداية شركتك في دولة الإمارات. اسمي كنان سحلول، شغال بمجال السيارات وخدماتها بشكل كامل، بنقدم خدمات من A to Z للسيارات. كنت شغال بالمملكة العربية السعودية منطقة الرياض، صار لي حوالي 13-14 سنة تقريبا. حسيت انه لازم اوسع ولازم انتقل لمكان ثاني ومشان تطوير الاعمال، والحمد لله كان معي صديق أكثر من أخوة، المهندس عبد الرحمن منديل كمان دعمني بالفكرة مجال التوسع، والحمد لله اخترنا دبي دولة الإمارات العربية المتحدة لنمارس هذا الموضوع ونفتح نأسس الشركة هون. بلشنا بال 2021 بالتخطيط، والحمد لله انتقلنا بال 2023 وبلشنا، وكان الموضوع سلس للغاية يعني مثل ما خططنا، والحمد لله الأمور تمام من وقتها. شو الخدمات المقدمة من قبل الشركة؟ نحن بنقدم كافة الخدمات بمجال السيارات، من بيع وشراء، من فحص، عملية الفحص قبل عملية الشراء، مجال الصبغ أو الدهان للسيارات بمعايير الوكالة. عندنا خدمة عزل الصوت، خدمة عزل الحرارة، عندنا خدمات التنجيد قريبا بمعايير الوكالة كمان، عنا خدمات الميكانيك والكهرباء المتعارف عليها، خدمات البرمجة بأجهزة الوكالة حصرا، خدمات برمجة ما بعد الوكالة متوفرة عنا، جميع المستلزمات أو الإضافات اللي بنستعملها، الزيوت سوائل وما غيره، بنستعمل من شركات عالمية معروفة وموصف فيها من قبل الشركات الصانعة للسيارات. وبنتميز نحن بنعمل بنقدم نوعية كواليتي للعميل وللزبون، يكون يعني تتخطى شو هو متوقع من كراج سيارات عادي. بنفس الوقت بنحافظ على اسعار اقل من المتوسط بالنسبه للسوق المحلي، فهذا الشيء اللي بنتميز فيه الحمد لله وشغالين عليه حاليا. بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له، ما هي الخطه المستقبليه للشركه؟ الخطة المستقبلية إنه نحن إن شاء الله عم نشتغل على موضوع أبليكيشن، تطبيق أو موقع إنترنت بده يكون داتابيس، بحيث إنه جميع العملاء الخاصين بشركتنا بيقدروا يفوتوا على هذا، يعملوا لوجين على الإنترنت أو من الموبايل ويشوفوا كل عملية الإصلاحات اللي تمت. هي بالنسبة للشركة، بالنسبة للكراج حاليا أو لسياراتهم لعملائنا الحاليين. في عنا كمان نحن بدنا نطلع كل خدمة نساويها فرع متخصص، بحيث يكون فرع واحد فقط بده يكون لمجال الدهان مثلا، فرع واحد فقط بده يكون مجال التنجيد أو العملية الداخلية السيارة وهكذا. يعني كل خدمة رح يكون في لها فرع متخصص فقط، ما في فرع مكرر. هي بالنسبة للفروع الثانية. وبالنسبة للتطبيق الموبايل الثاني رح يكون باسمنا، بحيث أنت أي مشكلة واجهتك بالسيارة، حتى لو كانت تقنية، حتى لو كانت كتير صعبة يعني أو مشكلة عامة، خلال هذا التطبيق بتقدر أنت تسأل السؤال. طبعاً نحن الفنيين عنا بيجاوبوا عنه، الخبير أو الشخص المسؤول رح يجاوب عنه فوراً، بيعطيك الجواب. بده يكون عنده مخططات الوكالة كلها موجودة متوفرة، كتالوجات الوكالة، كتالوجات الإصلاح، قطع الغيار، كلها نحن بنقدمها عن طريق هذا التطبيق، كأنك عم تعمل محادثة بسيطة مع شخص تاني على الواتساب أو هاي فكرة التطبيق رح تكون. شو الرسالة اللي بتحب تقدمها لدولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان وعلى الدعم المتواصل للمستثمرين؟ أنا بتوجه بشكر من القلب لدولة الإمارات العربية المتحدة على الفرصة اللي قدمت لي إياها. الحمد لله كان مثل ما ذكرت إنه كان كل شيء بسيط، أي استفسار بدنا إياه، أي شيء كان أنا أتصل بس على الرقم اللي على موقع الإنترنت للخدمة الحكومية اللي بدي إياها، أو شيء عندي استفسار فوراً يكون في جواب، فوراً يكون في
استجابة، كان الموضوع كتير سلس ومريح جداً. بتشكر الدولة على هذا الشيء والله يديم نعمة الأمان الحمد لله. ممكن تخبرنا وتخبر المشاهدين عن كيف ممكن يوصل ويتواصلوا معكم؟ طبعاً احنا موجودين على خرائط جوجل وعلى ويز، مجمع دبي للاستثمار رقم 1، فيكس هايف اسم جراجنا، والتواصل عن طريق الواتساب أو أرقام الهاتف الموجودة، وعندنا قناة على الانستغرام. أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا، شرفتونا. شكرا كثير. يا أهلا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناة ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.